السلام عليكم غزالات ديالي، كيعاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى كلشي يكون على خير وبخير. كما كتعرفوا دائما نهار الاحد كنصور لكم فيديو ديال ليدل. اليوم انا في الباب ديال ليدل، ولكن هذا النهار هذا كيدخلوا لنا شويه بشويه، لان الدنيا عامره مع المرض وديكشي وعاملين الكونترول. المهم انا واقفه هنا، ان شاء الله ندخلوا نشوفوا شنو كاين لداخل وخليكم معايا. واول حاجه نصور لكم اللي نبداو بها ان شاء الله هما هاد القمايج اللي جابوا ديال النساء، اللي جاوا على هذا الشكل. اللون ديالها في البلو مارين، وكاين حتى هذا الخضر هذا اللي جا في لون زيتي. المهم حطوهم كما كتشوفوهم، جاوا طويولين، راه كيجيو طويولين ماشي قصيصرين. الثوب ديالهم كيجي خفيف على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، كيجي التويب ديالهم خفيف، وحتى الفورمه ديالهم جات غزاله. المهم انا كما كيبانوا لي هنايا الفورمه ديالهم مزيونه، جاوا هوادين كاملين بالقفالي على هذا الشكل هذا. والثمن ديال هادو هو 5.99. لي طاي اللي كاينين هو من 8 حتى 18، يعني كاينين طايات كاملين. كاينه عاوتاني هاد الكاميسيتات ديال النساء اللي حطوهم على هاد الشكل اللي فيهم الكمام، يعني بالكميمات ديالهم. عاوتاني كاينين باك فيه جوج، كاينه هاد زواقه هادي، وكاينه هادي اللي جات الكري مع هادي اللي فيها الشراطي في البلو مارين مع البيض. هادو الزواقات اللي كاينين. الثمن ديال هادو هو 5.99 كما كتلاحظوا. لي طاي اللي كاينين من اس ل ال، يعني هادو لي طاي اللي كاينين، ما كايناش الاكس ال وديكشي، ولكن راه كيتيريو يعني كيتجبدوا بالنسبه للناس اللي باغيينهم. الكريسيات اللي جاوا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوهم، جاوا بحال هيدا كما كتبان لكم في الصوره، عندها اللوري ديالها بحال كتربط يعني بزواقه بحال هيدا. وكاينه هذا اللون هذا الخضيدار، كاينه هذا اللي فيه هاد الشريطات، وكاينه هذا اللي جا بحال المطارد بحال التشيني بحال هيدا. ولي طاي اللي كاينين هما من اس ل ال، والثمن ديالهم 5.99. هادو ريبيكات اللي حطوا عاوتاني هاد النهار هذا كما كتشوفوهم، جاوا بحال هيدا. هادي اللي فيها ثلاثه ديال الكولور، البلو مارين مع الزيتي مع الكري، وحطوا هذا اللي هو كري السامبل على هاد الشكل. عندهم جويبات كما كتلاحظوا هنايا في الجويبات، والتويب ديالهم سخيخن كما كتلاحظوا، سخون يعني الصوفه ديالو مرطبه وخفافين وسخونين. لي طاي اللي كاينين حتى هما من اس ل ال، والثمن 7.99. هادو حطوا هاد لي طوب بحال هاد الشكل هذا اللي جاوا بحال هيدا. هادو الثوب ديالهم على ما لاحظتوا كاين هنايا مفتوحين، جاوا خفافين بزاف بزاف البنات كما كتلاحظوهم، خفاف بزاف يعني بالنسبه للناس اللي كيقنطوا من الحويجات راه صالحين لهم. هادو كاينه هاد اللون هذا اللي جاب بيج، كاينه الكري اللي مغلوق اللي هو هذا كما كتلاحظوا. ولي طاي اللي كاينين هما من اس ل ال، والثمن 4.99. كاينه هاد الباك ديال جوج كما كتلاحظوا اللي كيجي بحال هيدا، جا باك ديال جويجات، جا عنده هاد السميطات على هاد الشكل هذا. كاينه هاد اللون هذا اللي جا في الكري مع البيض، وكاينه هاد اللون هذا اللي جا بالزيتي مع البلو مارين كما لاحظتوا، راه دخلوا هاد اللون هذا بزاف. هادو الالوان اللي كاينين. الثمن ديال هاد الباك اللي فيه جوج هو 3.50، ولي طاي اللي كاينين من اس ل ال. هادو لي طاي اللي كاينين. هنا حطوا هاد الكسيوات ديال الصوف اللي كيجيو بحال هيدا على هاد الشكل هذا، اللي عندها سميطه بحال هكا، والعنيق ديالها اللي طالع بحال هاد الشكل. جا الصراحه الفورمه ديالهم جات مزيونه بزاف. كاينه هاد اللون هذا فقط اللي كاينه، وكاينه هادي اللي جات بحال هيدا ما عندهاش سميطه، جا خريسي بحال هيدا هواد، والكول ديالو في. لي طاي ديال هادو البنات اللي كاينه هو اس حتى ال ال، هادو لي طاي اللي كاينين في هادو تاهما. وهذه اللي 8.99 اللي كانت ب 10 بوند ناقص الا واحد الوان باوند، هما هاد جينات البنات اللي غزالين صراحه، عجبوني بزاف. نوريكم في الصوره كيفاش كيجيو. اولا كيجيو بحال هيدا، كيجي تجين على هاد الشكل، عنده هاد سيري على هاد الشكل هذا هنايا. نتمنى انه يكون واضح معكم. المهم كيجي بحال هيدا، الثوب ديالو غزال وخفيف بزاف كما كتلاحظوا، خفيف بزاف كيجي من هنايا هواد، عنده هذا هيدا. واللبسه ديالو الصراحه اللبسه مزيونه بزاف، ما جبرتش الطايه ديالي خساره، كاينين طايات غير شويه كبارين يعني 14 الفوق. كاينه هذا اللي جا بحال هيدا على هذا الشكل هذا، حتى هو غزيول وتا هو فيه توشيات بحال هيدا كما كتشوفوا، هاد القطيعات منو عليه يعني ماشي مقطع مره بحال هيدا. الشكيل ديالو حتى هو فني ون البنات. الثمن ديال هادو هو 8.99 ناقص الا واحد الوان باوند، ولكن فنين صراحه عجبوني بزاف.
وهادو ليغينزات اللي حط عاوتاني اللي دير هاد المره هادي حطنا ليغينزات على هاد الشكل هذا اللي كيجيو بحال هيدا. عندهم هاد السميطه من الفوق كتجيب السميطه هيدا كتيري بإلاستيك من الجناب والرجيله ديالو كتكون هواده على هاد الشكل وكيمشي سليم حتى كيوصل لتحت يعني ليغينز. عنده هاد الشريطه هادي اللي جات في الجنيب هيدا كاين هاد اللوين هذا وكاين الكحل. الكحل اللي جا من نوع عليه اللون ديالو يعني كيما هاد مش كيقولوا له هاد الالاستيك ديالو كيما هو وتويب ديالو مخفيف نفس الوقت يعني كيتيري مزيان. الثمن ديالو هو 5.99. لي طاي اللي كاينين هو من اس ل ال. هادو لي طاي اللي كاينين. هادو ديال الرجال البودياس ديال الرجال اللي جاوا على هاد الشكل هذا بالكميمات كما كتلاحظوهم جاوا بحال هيدا. باك فيه جويجات كما كتلاحظوا هذاك جا فيه الكحل مع الكري. هذا جا فيه عاوتاني هاد الزيتي مع البلو مارين. نتمنى انه يكون واضح هنايا كاينه ها هو مع البلو مارين هو هذا. وبصراحه الثوب ديالهم خفيف عاوتاني مزيون بزاف. هادو جاوا بالكمام ديالهم كما قلت لكم. الثمن ديال هذا الباك هذا هو 5.99. لي طاي اللي كاينين من ام لاكس ال. هادو لي طاي اللي كاينين في هاد الكميسات هادو. وهادو حطوا هاد البلوزات ديال الرجال القميشات ديال الرجال اللي جاوا على هاد الشكل. كاينه هادي في البلو مارين كاينه هادي اللي جات فيها لي كارو على هاد الشكل بلو مارين مع البياض مع شويه ديال الزيتي كما كتلاحظوا هنايا. كاينه هادي اللي جات عاوتاني البلو مارين مع الاحمر اولا الكرونه. كاينين هاد الشكالات هادو اللي حاطين حاليا. الثمن ديالو هو 6.99. لي طاي اللي كاينين البنات هو من ام لاكس ال. وهادو اللي حطوا هنايا هما هاد الليغينزات ديال النساء كما كتلاحظوا الباك فيه جويجات فنين البنات عجبوني بزاف. هادو شوفوا الثوب ديالهم كيفاش جا الثوب ديالهم كيتيري مزيان وخفيف بزاف. كاينه هاد اللون كري وكاينه الكحل كما كتلاحظوا كيجيو على هاد الشكل يعني طوالين. هادو الباك فيه جويجات كما قلت لكم والثمن 5.99. لي طاي اللي كاينين من اس الان. هادو تيشرطات ديال الرجال ديال بحال اللي وريتكم الفوقاني اللي عندهم الكميمات. وهادو بلا كمام اللي كيجيو هيدا نصكم كما كتلاحظوا حتى هما نفس اللون ديال الاخرين يعني كاينه البلو مارين مع الزيتي في الباك واحد والباك الثاني فيه الكري مع البلو مع الكحل. الثمن ديال هاد الباك اللي فيه جوج ديال التيشيرتات يعني نصكم الثمن ديالو هو 3.99. لي طاي اللي كاينين هو من ام لاكس ال. هادو الرجال البنات هاد الشكل هذا ديال الرجال عاوتاني جاوا على هاد الشكل كما كتشوفوها من البوسه بحال هيدا. كاينه هاد اللوين هذا اللي جا في بلو مارين كما كتشوفوها هما دايرين من هنايا باش تقدروا نقيسوها وشوفوا الثوب ديالها كيفاش عامل. عندها جويبات ديالها بحال هيدا واللوانات اللي كاينين هو كاين هذيك اللون كاين الكري اللي جا بحال هذا. الثوب جا مزيون بزاف كيتيري حتى هو يعني كيتجبد. وكاينه الكحل ديالهم اللي جا بحال هيدا. الثمن هادو من 19.99 ل 14.99. وهادو الجاكيتس ديال الرجال ولا نقولوا الكباب الدرجال جاوا على هاد الشكل كما كتشوفوهم كما كتلاحظوهم هنايا. المهم مفتوحين ما عندي كيفاش نعملو ما نوريكم غير هنايا في التيكات ديالهم كيفاش كيجيو. كيجيو على هاد الشكل هذا. عندهم القبيب ديالهم وجاو صراحه سخونين يعني من الملمس ديالهم كتحس بهم خفافين ونفس الوقت سخونين. القبيب ديالهم جا على هاد الشكل هذا. كاينه هاد اللون وكاينه الكري كما كتشوفوا وكاينه هذا هو مشدود هنايا جا بحال هذا. الثمن ديال هذا البنات هو 14.99. لي طاي اللي كاينين هو من 40 ل 46. هادو لي طاي اللي كاينين في هاد الكباب. هادو الجينات ديال الرجال كما كتلاحظوا كاينه اللون الكحل ديالهم جا بحال هيدا وكاينه هاد اللون هذا ديال الجين اللي جا بحال هذا كيجيو بحال هيدا بحال اللي كاينين في الصوره. لي طاي ديالهم هو من 32 حتى ل 40. الثمن ديالو هو 8.99. 40 كتعني هي 50 بالنسبه للمغربيه و 32 كتعني هي 42. هادو لي طاي على حسب هنايا حنا عندنا لي طاي في شكل على اوروبا. المهم هادو لي طاي اللي كاينين. الثمن ديالهم هو 8.99 كما قلت لكم. هنا كاينه هاد الصباب ديال الرجال البنات كما كتلاحظوا كيجيو على هاد الشكل هذا كيجيو بحال هيدا بحال جين. واللي مزيانه هو الثمن البنات ديري لهم 5 الباوند ناقصين لهم ديري لهم 5 الباوند
كاينه هاد لي طاي اللي كاينه زعما كاملين، يعني كاينين من الكبير للصغير كما كتلاحظوا، هذا صغير وكاينين الكبار. هادو المدولات هما منقصين لهم البنات، شوفوا شحال دايرين لهم الثمن ديالهم 1 باوند. كاينه هاد اللون هذا اللي جا منمر وكيجيو يعني ترونسبارون كيبينوا، وكاينه هذا اللي جا ترونسبارون عنده هاد الحاشيه في الاحمر وعندو ليديده ديالو في الحميمه، الثمن ديالو 1 باوند البنات شوفوا. والشورت ديال النساء اللي جابوا عاوتاني اللي دالو منقصين لهم بزاف، اللي دايرين لهم 1 باوند شورت، شوفوا الثمن 1 باوند. كاينه هاد الكريم، كاينه هاد الغوز، وكاينه البلو مارين، هادو كاملين 1 باوند. هادو التيشيرتات النساء اللي جاب ليدل عاوتاني كيجيو على هاد الشكل كما كتشوفوهم، والثمن ديالهم 1 باوند. او ماي جاد. كاين هاد سبيراتور اللي حط عاوتاني ليدل كيجي يعني بحال هكا مانوال ديال اليد، كتهزو يعني براكتيك هيدا في اليد، كتشارجيه وكتعملو للطونوبيله ولا للجناب هكا ديال الدروج ولا اي بلاصه. هنا ما بان لي انه كيصف حتى الليكيد، يعني الحاجه اللي هكا تهرقت ليكيد كيصفها، كيصف الحاجات اللي ناشفين. عنده الغارانتي ديالو 3 سنين كما كتشوفوا، والثمن ديالو هو 14.99. هادو لانترنا ديال الطوموبيلات كما كتشوفوا، حطوا عاوتاني الحاجات ديال الطوموبيلات هنايا، حطوا عاوتاني لانترنا لهذا الشكل كتجي هيدا بالحجر ديالها وليد. كاينه هاد الكحل وكاينه الاحمر، الثمن ديالها 3 باوند، 2.99. هادو البروتيكتور ديال الكامه اللي حطوا عاوتاني هنايا، حطوا لي سايز اللي كاينين على حسب ما كيبان لي انا. هنايا كاينه غير الكينغ، هاد البلاصه هادي كاينه غير الكينغ كما كتشوفوا، والثمن ديالو هو من 24.99، منقصين له حتى 8.99، يعني منقصين له 16 باوند. طاي لي طاي اللي كاينه هو 1.50 على 2 متر، هادو لي طاي اللي كاينين في هادو. والفيديو ديالي ديال هاد النهار هذا شنو حط ليدل، بصراحه بزاف الناس اللي داو زعما الحاجات بزاف، كاينه شي حاجات اللي باقي ما حطوهم، كانوا يعني دايرين انهم يحطوهم اليوم، ولكن مما كيبقاو لهم شي البلايص ما كيحطوش، يعني كيبقاو يحطوا 2 و3. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي معكم، نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم فعلا وتكونوا استفدتوا منه. تهلاو في راسكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والحباب ما تنساوش تدعموني بلي لايك اي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو. المهم انا راه كنهج حيت ماشي في الطريق وهزه الثقل. يلا حبابي تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.